بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 169. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذا اللقاء نرحب بشيخنا الكريم، فحياكم الله شيخ صالح وبياكم. حياكم الله وبارك فيكم. تقدم في الحلقة السالفة حديثكم عن شرح القصاص في الأطراف. قال المؤلف هنا في فصل تال: النوع الثاني الجراح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النوع الثاني من القصاص فيما دون النفس القصاص في الجراح، قوله تعالى: والجروح قصاص. نعم. قال: فيقتص في كل جرح ينتهي إلى عظم. هذا هو الضابط، أنه يقتص في كل جرح ينتهي إلى عظم للأمن من الحيف. أما الجرح الذي لا ينتهي إلى عظم فإنه لا قصاص فيه، لأنه لا يؤمن الحيف. نعم. كالموضحة. كالشجة الموضحة، وهي التي توضح عظم الرأس، فهذه يقتص فيها، فيؤخذ من الجاني موضحة، لأن هذه الجراحة انتهت إلى عظم. نعم. وجرح العضد والساق. جرح العضد والساق، لأنه ينتهي إلى عظم، فيقتص من الجاني للأمن من الحيف في هذا. نعم. والفخذ والقدم. والجرح في الفخذ والجرح في القدم، لأن كل هذه جراحات تنتهي إلى عظام ويؤمن الحيف فيها. نعم. ولا يقتص في غير ذلك من الشجاج والجروح غير كسر سن. ولا يقتص في غير ذلك من الشجاج في الرأس كالهاشمة والمنقلة والمأمومة والدامغة والبازلة، كل هذه لا يقتص منها لأنها لا تنتهي إلى عظم، فلا يؤمن فيها الحيف. لكن هذه فيها ديات ستأتي، يأتي بيانها إن شاء الله. وكذلك لا يقتص في كسر عظم، كسر الساق، كسر الفخذ، كسر الذراع، لأنه لا يؤمن الحيف في ذلك إلا شيئا واحدا، وهو كسر السن، لأن السن له حد ينتهي إليه، فإن اقتلعها من الأصل فإنها تقلع من الأصل، وإن كسرها فإنه يؤخذ من سن الجاني بقدر ما أخذ من سن المجني عليه، وذلك بأن يبرد بالمبرد. ولأن الربيع بنت ولأن الربيع بنت أخت أنس ابن النضر الربيع بنت النضر أخت أنس ابن النضر رضي الله عنهما جنت على امرأة من الأنصار، على جارية من الأنصار، فكسرت سنها، فجاء أهلها يطالبون بالقصاص، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقصاص من الربيع. فقال أخوها النضر، قال أخوها أنس بن النضر رضي الله عنه: أتكسر سن الربيع يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: نعم يا أنس، كتاب الله القصاص. فقال: والذي بعثك بالحق نبيا لا تكسر ثنية الربيع. فلما مكث قليلا عفى أصحاب الجناية عن القصاص، إكراما لهذا الصحابي الجليل. هذه كرامة من كراماته رضي الله عنه، لأنه
حلف أنها لا تكسر، بمعنى أن الله سييسر لها فرجا ومخرجا، وليس معنى ذلك أنه اعترض على حكم الله عز وجل، ولكن معنى ذلك أنه توقع أن الله سيجعل لها فرجا ومخرجا، وقد استجاب الله له فجعل في قلوب أصحاب القصاص الرحمة فعفوا عن القصاص. نعم، فدلت هذه القصة على 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 جواز القصاص في السن، وهذا في القرآن، والسن بالسن. نعم، أحسن الله إليكم. قال: إلا أن يكون أعظم من الموضحة كالهاشمة والمنقلة والمأمومة فله أن يقتص موضحة وله أرش الزائد. إذا كانت الشجة أعظم من الموضحة كالهاشمة وهي التي تهشم العظم، والمنقلة وهي التي تنقل العظام بعضها عن بعض، والمأمومة وهي التي تصل إلى أم الدماغ، فهذه الشجاج لا قصاص فيها. لكن لو أراد أن يقتص موضحة، شجة موضحة إلى العظم، ويأخذ عن البقية بقية الدية، فله ذلك، لأنه أخذ بعض حقه ولا حيف في ذلك. نعم، وله أرش الزائد. نعم، وإذا قطع جماعة طرفا أو جرحوا جرحا يوجب القود فعليهم القود. تقدم لنا أنه لو اجتمع جماعة على قتل شخص عمدا عدوانا فإنه يقتص منهم ويقتاد من الجماعة للواحد إذا توفرت شروط القصاص، لأن عمر رضي الله تعالى عنه قتل 7 من أهل صنعاء في رجل واحد، وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم، وذلك عملا بقوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، وبقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. فهذا يشمل الواحد ويشمل الجماعة إذا قتلوا عمدا عدوانا فيقتص منهم في النفس، وكذلك يقتص منهم في الطرف والجراح إذا اشتركوا في قطع طرف من شخص عمدا عدوانا فإنه يقتص منهم في ذلك الطرف، أو جرحوه جراحة توجب القصاص فإنهم يقتص منهم لعموم الأدلة. نعم، قال: وسراية الجناية مضمونة في النفس فما دونها، وسراية القود مهدورة. نعم، سراية الجناية لو أن شخصا جرح شخصا فسرت الجراحة وأتلفت عضوا من أعضائه أو أتت على حياته فمات بسببها فإنها تضمن، لأن الأصل مضمون وهو الجناية، وكذلك ما ترتب عليها. أما سراية القود لو أنه وجب له القصاص على شخص في جراحة أو في طرف فاقتص منه بالحدود الشرعية، ثم سرت الجناية إلى العضو أو إلى النفس، فإنه لا ضمان عليه، لأنه مأذون له في القصاص، وما ترتب على المأذون فهو غير مضمون. نعم، وسراية الجناية مضمونة في النفس فما دونها. نعم، في النفس إذا مات المقتص منه، أو إذا مات المجني عليه. نعم، إذا مات المجني عليه، أو أنه ما مات لكن تعطل عضو من أعضائه فإنه يضمن، لأن هذا ترتب على جناية فيها ضمان، وما ترتب على المضمون فهو مضمون. نعم، وسراية القود مهدورة. سراية القود مهدورة لأن القود مأذون فيه شرعا، فما ترتب عليه فهو هدر. نعم، ولا يقتص من عضو وجرح قبل برئه. نعم، هذا من شروط القصاص فيما دون النفس، أنه لا يبادر بالقصاص حتى يبرأ الجرح أو الطرف، لأنه لا يعلم مآله، ربما يزيد وربما يحصل سراية منه على النفس أو على ما دون النفس،
فلا يستعجل في القصاص حتى تبرأ الجناية تماما ثم يقتص من الجاني. نعم. قال: ولا يقتص من عضو وجرح قبل برئه، كما لا تطلب له دية. كما أنه لا تطلب له دية حتى يعرف نهايته، لأنه ربما يسري ويزيد، فينتظر حتى يعلم عدم سرايته، فحينئذ يطالب بما يجب من قصاص أو دية. نعم. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الديات. نعم، الديات جمع دية، وهي من ودى يدي دية، وأصله ودية، فحذفت الواو وعوض عنها الهاء. مثل عدة، أصلها وعد، أصلها وعدة أو وعد، فحذفت الواو من أول الفعل وعوض عنها الهاء في آخره فصارت عدة. والدية هي المال الذي يؤدى إلى المجني عليه أو إلى وليه بسبب الجناية، هذه هي الدية، هي المال الذي يؤدى إلى المجني عليه أو إلى وليه إن كان قد مات بسبب الجناية، تسمى دية وتسمى عقلا. نعم. قال: كل من أتلف إنسانا بمباشرة أو سبب لزمته ديته. كل من أتلف إنسانا بمباشرة، بأن باشر الجناية عليه بضربه أو عمل عملا أدى إلى قتله أو إلى قطع طرف منه أو جراحة، فإنه يضمنه. نعم. كل من أتلف إنسانا بمباشرة أو سبب، بمباشرة، بأن باشر الجناية بنفسه فضربه أو أطلق النار عليه أو فعل فعلا أدى إلى إتلافه، فإنه يضمنه. أو تسبب في ذلك بأن عمل عملا ترتب عليه وفاة أحد، فهذا أيضا يضمن بالتسبب، كما لو حفر حفرة في الطريق فسقط فيها إنسان، أو يقود سيارة فصدم إنسانا، أو سيارة فيها إنسان فقتله، فهذا بالتسبب. نعم. فإن كانت عمدا محضا ففي مال الجاني حالة، وشبه العمد والخطأ إذا كانت الجناية عمدا محضا يعني خالصا، فالدية في مال الجاني هو الذي يتحملها بناء على الأصل، لأن الأصل أن ضمان المتلفات على المتلف، والقاتل عمدا عدوانا لا عذر له، فهو الذي يتحمل جنايته. نعم. وتكون حالة، لأن الأصل في الضمانات الحلول. نعم. قال: وشبه العمد والخطأ على عاقلته. نعم، تقدم لنا أن أنواع الجناية على النفس ثلاثة: عمد وشبه عمد وخطأ. فدية العمد على الجاني، لأن الأصل في ضمان المتلفات أن يكون على المتلف. أما شبه العمد والخطأ فإنه على عاقلته، على عاقلة الجاني، وليس عليه شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في دية امرأة قتلت امرأة بأن رمتها بحجر فقتلتها وما في نفسها، قضى بدية القتيلة على عاقلة القاتلة، على عاقلة القاتلة، والعاقلة يأتي بيانهم. والحكمة في أن الله أوجب الدية على العاقلة، دية الخطأ وشبه العمد على العاقلة، أن هذا من التعاون بين الأقارب، ولأن الخطأ يكثر، فلو حمل المخطي دية الخطأ لأجحف ذلك بماله، فحملت على عاقلته،
ولأن عاقلته يرثونه لو مات، يرثون ماله لو مات ولو كان مالا كثيرا، فلما كانوا يرثونه لو مات صاروا يتحملون عنه دية الجناية غير العمد. نعم، أحسن الله إليكم. قال: وإن غصب حرا صغيرا. وهذا من محاسن الإسلام، تحميل الدية على العاقلة هذا من محاسن الإسلام، لأن دين الإسلام دين التعاون والتراحم ودين الشفقة والترابط بين الأسر. وكما ذكرنا أنهم كما يرثون ماله لو مات فإنهم يتحملون الدية التي لم يتعمد سببها. نعم، أحسن الله إليكم. قال: وإن غصب حرا صغيرا فنهشته حية أو أصابته صاعقة أو مات بمرض أو غل حرا مكلف. نعم، إذا غصب حرا يعني استولى عليها، الغصب هو الاستيلاء قهرا على الشيء، فإذا غصبه بأن منعه عنده من الذهاب إلى أهله وحبسه عنده فأصابه شيء أدى إلى قتله بسبب حبسه، فكما لو نهشته حية وهي الأفعى، أو أصابته صاعقة وهي النار التي تنزل من السحاب من الرعد ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، فإنه يضمنه لأنه تسبب في قتله، لأنه حبسه وهو طفل صغير، فإذا مات بسبب في وهو عنده بغير حق فإنه يضمنه لأنه تسبب في قتله، عرضه للهلاك. نعم، قال: وإن غصب حرا صغيرا غصبه. أما لو لم يغصبه بأن جاء الصغير عنده، الصغير جاء عنده وهو لم يغصبه فلا شيء عليه. نعم، فنهشته حية أو أصابته صاعقة أو مات بمرض. أو مات بمرض، مرض ومات عنده بسبب المرض، لأنه لو تركه لذهب إلى أهله وعالجوه نعم. فنعم، قال: أو غل حرا مكلفا وقيده. أما الحر فلا يثبت عليه الحكم بمجرد الغصب والاستيلاء، لأنه حر كبير يستطيع التخلص. المكلف يعني، المكلف حر كبير. نعم، يستطيع التخلص من الاستيلاء عليه، لكن لو سلبه الاختيار بأن غله، بأن ربط يديه إلى رقبته وقيده، لابد من الأمرين: أن يغل يديه وأن يقيد رجليه بحيث لا يستطيع الحركة والمشي ولا يستطيع التخلص، ثم أصابه سبب أدى إلى موته فإنه يضمنه لأنه عرضه للهلاك. نعم، قال: أو غل حرا مكلفا وقيده. أما لو كان الحر الكبير هذا غير مكلف، بأن كان مجنونا ليس عنده عقل، فإنه مثل الصغير. نعم، يكفي فيه الغصب. نعم، فمات بالصاعقة أو الحية وجبت الدية. إيه نعم، أما إذا لم يغله ولم يقيده، أو غله فقط أو قيده فقط، أو لم يغله ولم يقيده وإنما بمجرد أنه غصبه، فإنه لا ضمان عليه، لأن باستطاعة الحر المكلف أن يتخلص. نعم، قال رحمه الله: فصل. وإذا يعني هذه الأمور ذكرها من ما يتحقق فيه السببية وما لا يتحقق فيه السببية. نعم، قال: فصل. وإذا أدب الرجل ولده أو سلطانه. هذه الأمور التي لا يترتب عليها ضمان، إذا فعل شيئا مأذونا فيه فترتب عليه تلف فإنه لا يضمن، لأن ما ترتب على المأذون شرعا فإنه غير مضمون. نعم، قال: وإذا أدب الرجل ولده. إذا أدب الرجل ولده في حدود الشرع بأن عزره وضربه للتأديب ولتربيته
فأدى ذلك إلى تلفه فإنه لا ضمان عليه، لأن تأديبه مأذون له فيه، كما قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فأذن بالضرب لابن العاشرة إذا ترك الصلاة، فلو أنه مات من هذا الضرب فلا ضمان على والده. نعم. أو سلطان رعيته، أو سلطان أدب واحدا من الرعية عزره بالضرب فمات، فلا شيء على السلطان لأنه مأذون له في ذلك. نعم. أو معلم صبيه، أو أدب معلم صبيه الذي يتعلم عنده، لأن للمعلم أن يؤدب الطلاب الصغار إذا أساءوا الأدب، فلو أدب معلم صبيه الذي يتعلم عنده إذا أساء الأدب ليربيه على الحياة وعلى الأخلاق الطيبة فليس عليه شيء، لأنه مأذون له، مأذون له في ذلك. وفي هذا رد على أدعياء التربية الحديثة اليوم الذين ينكرون ضرب الطلاب وضرب المتعلمين من المعلمين ومن الأساتذة، لكن لا بد أن يكون هذا في حدود الشرع، فلا يزيد في تأديبهم عما أذن فيه الشارع، فإذا فعلوا ذلك فلا ضمان عليهم، وهذا من مصلحة الصغار، من مصلحة الصغار. نعم. قال: ولم يسرف لم يضمن ما تلف به، بهذا الشرط أنه لم يسرف وإنما استعمل ما أذن فيه الشارع من التأديب فلا ضمان عليه، لأن هذا ترتب على فعل مأذون فيه شرعا. نعم. الآن شيخ إشارتكم الكريمة جزاك الله خير إلى أن هذا أصل شرعي في جواز ضرب المعلم ما يراه تأديبا غير إسراف لطلابه. نعم. المنكرون لذلك يستوردون أن علماء النفس الغربيين يقولون أنه يصيب الطلاب بالإحباط والتعقيد النفسي ويمنعهم التعلم والجرأة. هذا عندهم هم عند الكفار، أما عند المسلمين فلا يصيبهم ما ذكروا، لأنهم يؤمنون بالله ويرضون بأحكام الله ويعرفون الحكم الشرعية وأن هذا من مصالح الطلاب والمتعلمين، خلاف الغرب فإنهم ليس عندهم شرع ولا دين ولا عفة ولا حياء، فهم كالبهائم. نعم. طيب، حجة أخرى قد تكون صحيحة، يقول بعضهم أن بعض المدرسين يسيء استخدام هذا الإذن، وتشهد قطاعات التعليم منهم أن يقطع يكسر طرفا أو يؤذي طالبا أذى بالغا، يكون هذا حجة لإلغاء الضرب بتة؟ هذا وضع له ضابط، قال: من غير إسراف، فإذا قدر أن معلما أسرف فإنه يؤاخذ ويضمن ما تلف بذلك، فيتأدب بقية المربين عن الإسراف. نعم. هل نستطيع أن نقول أن منع الضرب بتة عن الطلاب أضر أكثر مما نفع؟ ما في شك، الآن كما نسمع أن الطلاب تطاولوا على المدرسين حتى أدى ذلك إلى القتل. نعم. منهم من قتل المدرس، ومنهم من ضربه، ومنهم من يعطل سيارته أو يكسر السيارة، كل ذلك بسبب عدم التأديب. نعم. فضلا عن انفلاتهم عن أخلاقهم وواجباتهم التعليمية، فضلا عن سوء أحوالهم في أنفسهم وعدم مبالاتهم بالفساد. نعم. أحسن الله إليكم. قال: ولم يسرف لم يضمن ما تلف به. نعم. ولو كان التأديب لحامل فأسقطت جنينا ضمنه المؤدب. أما إذا تعدى أثر التأديب إلى غير المؤدب كالحامل، إذا أدبها وتعدى ذلك إلى جنينها فالجنين ليس له ذنب، قد قال الله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، فإذا مات جنينها فإنه يضمنه. نعم. وإن طلب السلطان امرأة لكشف حق الله تعالى أو استعدى عليها رجل بالشرط في دعوى له فأسقطت ضمنه السلطان والمستعدي. نعم. إذا طلب السلطان امرأة
لأجل كشف حق الله عليها بأن اتهمت في تهمة أو دار حولها شبهة، فاستدعاها السلطان للتحقيق معها، ففزعت من استدعاء السلطان وأسقطت جنينا، فهذا على الخلاف. فمن العلماء من يقول لا ضمان عليه، لأن السلطان مأذون له في ذلك ولم يتعدى. ومن العلماء من يقول إنه يضمن، لأن الجنين لأن الأثر تأدى إلى غير المأذون به وهو الجنين، فيضمنه فيضمن. والراجح والله أعلم هو القول الأول، نعم، أنه يضمن، أنه لا يضمن، أنه لا يضمن، لأنه مأذون له في ذلك، نعم. قال أو استعدى عليها رجل بالشرط، أو استعدى عليها رجل بالشرط في دعوة، في شكاية، يعني له حق عليها وماطلت به أو جحدته، فأحضر الشرط للذهاب بها إلى المحكمة أو إلى الأمير، ففزعت من الشرط، فإنه يضمن لأن أثر ذلك تعدى إلى غير المرأة، تعدى إلى الجنين. فإذا كان السلطان يضمن على هذا القول فغيره من باب أولى، نعم. تقول شيخ الراجح أنه لا يضمن، الراجح أن السلطان لا يضمن لأن هذا من حقه، نعم نعم. أحسن الله إليكم. قال ولو ماتت فزعا لم يضمن، لو ماتت فزعا يعني خوفا، هي ماتت في نفسها فزعا أو خوفا، لم يضمن أي السلطان أو المستعدي، لأن هذا ليس سببا ظاهرا للموت، ليس سببا ظاهرا للموت، فلا يضمنان في ذلك، نعم. ومن أمر شخصا مكلفا أن ينزل بئرا أو يصعد شجرة، هذا أيضا من أنواع التسبب. إذا أمر، ومن أمر شخصا مكلفا أن ينزل بئرا أو يصعد شجرة فهالك به لم يضمنه، إذا أمر مكلفا وهو البالغ العاقل، مجرد أمر من غير إلزام ومن غير تهديد، بل مجرد أمر، أمره أن ينزل بئرا أو يصعد شجرة فسقط ومات، فلا ضمان على الآمر، لأن مجرد الأمر لا يصلح سببا للقتل. ولو أن الآمر سلطان، ولو أن الآمر له هيبة وله صفة خاصة وطاعة خاصة، فلا يضمن، لأن مجرد الأمر من غير إلزام ومن غير إكراه لا يوجب الضمان، لأنه ليس سببا ظاهرا في الوفاة، نعم، أو في القتل، نعم. كما لو استأجره سلطان أو غيره. أما الأجير إذا استأجر لينزل بئرا أو يصعد شجرة فهذا أقدم باختياره من غير إجبار ومن غير إكراه، فلا ضمان على من استأجره لو تلف في ذلك، نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا شيخنا الكريم. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من البيان والشرح، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. هذه تحية من مهندس الصوت سهل الركوبي، حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.